من فضلك توضح بس الفكرة أخ يوسف، عشان ذكرت الله الظاهر في الجسد وهو ابن الله، وهذا الإشكال الكثير من أحبائنا المسلمين أو حتى بعض المسيحيين اللي بيسيء فهم هذه العبارة. شو بتقصد؟ اللي هي أي واحدة فيهم؟ الله ظاهر في الجسد، يعني لأنه هو هل هو الله ولا ابن الله ولا، يعني هذا السؤال. يعني هل يستحيل على الرب أن يظهر في الجسد الذي ظهر في علايقة لموسى؟ نعم. ونحن نقبل ذلك. لماذا لا نقبل أنه جاء في صورة إنسان؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. في الحال الله ذا المسيح جاء في صورة إنسان، بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا للعديد من الأسباب، مش أقل من أربعة. لكن أهم هذه الأسباب الرباعية أن يصنع بنفسه تطهيرا لخطيئة، جاي علشان يخلصنا من الخطيئة. ماذا كنا نعمل لو جالنا نبي؟ هل النبي يقدر يخلصنا من الخطية؟ النبي محتاج لمن يخلصه هو من الخطية. وافتكر إشعياء قال الكلام ده، ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين.